السلام عليكم اعزائي متابعين قناه ربحك عندنا. لاول مره تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهارده معانا موقع يا شباب لسه جديد، موقع تعدين على عمله الروبل. دي احصائيه الموقع، بريد تسجيل في الموقع، بنيجي هنا نحط رقم محفظه الباير، وهنا بننقل الارقام دي هنا 2905 وبنعمل تسجيل دخول. دي واجهة الموقع من الداخل يا شباب. هتلاقوا هنا التعدين شغال معانا زي ما انتوا شايفين كده. هنترجم كده باللغة العربية، دي احصائية الموقع زي ما قلنا، ودي ايه هتبقى طريقة الشغل بتاعتنا على الموقع من الخانات ده. هنا بيقول لك الربح في الساعة هيبقى زي ما انتوا شايفين كده، الربح في اليوم 12 سنت. دي الخطة المجانية اللي احنا لو سجلنا من غير ما نودع في الموقع هنبقى شغالين عليها، تمام. هنيجي من هنا، لو انت هتودع في الموقع هتيجي من هنا، اخش من اعلى ما يصل اليه. يعني هنا لو حطينا 10 روبل هيقول لك هتاخد قد ايه، يعني اي مبلغ هتحطه. يعني هنا بيقول لك الدخل اليومي سيكون 2.5 روبل، يعني اي مبلغ هتحطه في خلال 4 ايام هتكون جمعت المبلغ ده. يعني لو حطيت مثلا، لو حطينا 100 روبل، هنجرب كده 100 روبل هيبقى ربحنا اليومي 25 روبل، تمام. فاحنا هنيجي هنودع 10 روبل في الموقع ونجربه وهنعمل اعلى ما يصل اليه. هو الموقع يا شباب لو يعني استمر 10 ايام بس، يبقى احنا كده هنحقق منه ضعف المبلغ اللي احنا هنحطه. اهو كده يا شباب احنا حطينا ال10 روبل، كده يبقى ربحنا في اليوم 2 روبل و62 سنت، في الساعة يبقى 10 روبل و9 سنت، يبقى 10 سنت و9 سنت، وفي اليوم 2 روبل و62 سنت. ومن هنا الدفع هتيجي من هنا هتحط المبلغ بتاعك، هتلاقي الرصيد عندك هنا، هتلاقي الرصيد موجود تحت هنا، تعمل طلب دفع الرصيد هيوصلك على طول. ومن هنا رابط الإحالة بتاعك، الدعوات، ومن هنا اللافتات، وهنا تاريخ التسجيل في الموقع، تاريخ السحب هيبقى تلاقيه هنا امتى سحبت من الموقع. وبكده يكون انتهينا من الشرح. لو في اي استفسار سيبوه عليك اسفل الفيديو، الموقع لسه جديد ونلحقه في اوله. لو قعد شويه هنلاقي نفسنا احنا ايه بنحط والموقع ينصب والكلام ده، احنا عايزين نلحقه في اول 10 ايام كده. كده كنت انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.